باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة ربنا بيمتعنا بوعد إلهي جديد من وعود الكتاب المقدس، ومعانا آية جميلة جدا من سفر المزامير المزمور 126 عدد 5: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. هقولها تاني لأن الآية دي جميلة جدا: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. الآية دي من سفر المزامير من المزمور 126، والمزمور 126 ده يعتبر من المزامير الجميلة جدا المبهجة اللي كان بيقولها شعب إسرائيل وهو راجع من السبي رايح أورشليم، وكانوا بيتهللوا وبيفرحوا وبيغنوا بالمزمور دوت. عشان كده يعتبر المزمور 126 رمز الفرح. كان الشعب راجع من السبي، من البلاد اللي اتذل فيها واستعبد فيها، وراجع من التعب، راجع من الذل، من الإهانة، رايح أورشليم، رايح أرض الفرح، أرض البركة، أرض السلام، رايح أرض الميراث اللي هياخد فيها أرضه ويعيش فيها فرحان مرفوع الراس. كان الشعب فرحان قوي وكان بيتهلل. يقول كده في المزمور 126 عدد 3: عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين. فرحانين، فرحة ما تتوصفش لما نروح أورشليم السماوية، فرحة ملهاش كلمات تعبر عنها لما نحس إن إحنا رايحين السماء وفرحانين بوجودنا مع ربنا في أورشليم السماوية. السبي دايماً كان بيرمز للخطية، دايماً يرمز لاستعباد إبليس وعدو الخير لينا. كل فرد الخطية مستعبداه ومش قادر يتحرر من خطيته مهما كانت الخطية دي: كذب، إدانة، عين شريرة، إنسان لسه مش قادر يبطل التدخين، إنسان واقع تحت تأثير الإدمان. الإدمان النهاردة بقى أنواع كتير وأشكال كتير، الإدمان بأنواعه، إن كان إدمان ميديا، إن كان إدمان حتى التليفون أو المخدرات، كل أنواع الإدمانات. إنسان لسه بيقع في الإدانة، كل ده وكل الأنواع دي إحنا كلنا بنبقى واقعين تحت وطأة الخطية دي وتحت استعباد عدو الخير لينا ومش قادرين نحرر نفسنا. لكن النهاردة المسيح بيفرحنا، النهاردة المسيح بيدينا وعد أكيد هيتحقق لو أنت قلت له يا رب حقق الوعد ده معايا. يقول السيد المسيح كده في متى 11:28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. المسيح هو الوحيد اللي يقدر يحررنا من عبودية إبليس. المسيح عنده القدرة والقوة إنه يحرر، بس أنت أطلب. بس يا ترى أنت بتطلب إيه في صلاتك؟ بتطلب إيه؟ بتطلب طلبات أرضية، نجاح الولاد، جواز الولاد، زيادة الفلوس، المرتب، الأكل، بتطلب إيه؟ لخلي بالكم المسيح علمنا الصح، علمنا الصح وقال لنا لما تطلبوا اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل شيء يزاد لكم. هل أنت حطت الملكوت في اهتماماتك رقم واحد؟ هل أنت بتطلب الملكوت كل يوم تقول له يا رب اديني مكان أكون فيه في السماء جنبك أشوفك وأتمتع بيك؟ ولا لسه كلنا زي حالاتي كده بنطلب الطلبات الأرضية، الطلبات اللي تحت، عينينا مش قادرة تجيب فوق؟ عشان كده نقول كده مع 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 داود النبي وإحنا بنصلي كل يوم: اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. اغسلني يا رب من كل شر، اغسلني يا رب من كل خطية، اغسلني يا رب من كل فكر شرير وكل عادة رديئة. عشان كده نقول آيتنا النهاردة، الآية الجميلة قوي اللي النهاردة كلنا عايزين يا ريت نحفظها: الذين يزرعون بالدموع. الذين يزرعون بالدموع، دموع التوبة، دموع الندم، دموع الحزن على كل لحظة كنت بعيد فيها عن ربنا. دموع، نقول كده الدموع اللي بتغسلني من جوه، ونقول مع داود النبي: تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري بدموعي. بتبكي على خطاياك ولا لا؟ بتبكي على كل فكر شرير بيجي في دماغك ولا لا؟
ما أحلاها دموع التوبة تغسل البني آدم وتصيره إنسان جديد. عشان كده يحصدونا بالابتهاج، يحول المسيح كل حزن لينا وكل دمعة لينا لفرح. يقول كده في يوحنا 16:22: عندكم الآن حزن ولكن سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. مفيش حد هيقدر ينزع الفرح دوت. تعالوا كده نرفع قلوبنا لربنا النهاردة، نقول له يا رب أرجوك، أرجوك يا رب ادينا توبة حقيقية، ادينا يا رب دموع نغسل بيها كل ذنوبنا، ادينا يا رب نعمة ان انت تسندنا، نعمة تربطنا بيك. نطلب من ربنا يا رب حررنا من كل خطية مسيطرة علينا، نطلب من ربنا ان يفرح قلوبنا ويدينا عين تشوفه ونعمة الإحساس بوجوده. ربنا يا رب يفرح قلوبكم ويبارك حياتكم ويقدس نفوسكم. نهاركم كله بركة ونعمة بإذن المسيح، وإلى إلهنا المجد الدائم أبديا أمين.